Donc c'est un truc bien. En parlant de la vidéo les côtés Léa, donc nous d'abord sur l'Instagram, t'as vu plusieurs vidéos. Et là, j'ai besoin de donc je suis dans ce domaine. Alors, ma chemin, je te parle, yani, une chaîne YouTube. Parce qu'on est sur Instagram, yani il y a la knasho, t'as l'acte publié les vidéos diables. Ou on a plusieurs abonnés, on a plusieurs les abonnés, yani pas la haine. Alors, ma chemin, je te parle une chaîne YouTube. Je te dis sérieusement. في الديبي شغل انا هادو لي ريزو سوسيو الحق نيفيتيهم بكري في الانستغرام تاعي. نهار اللي بدا الانستغرام كانوا الناس يبعثوا لي ماشي اللي راه معايا دوكا ابوني لا واحد اخرين كانوا يبعثوا لي ما نجوتيش شغل نشوف هكا نقول هذا واش حوس عندي علاش بعث لي ما نعرفهمش ما تعرفنيش بعث لي ما كنتش زعما شغل داير باللي ستار ريزو سوسيال شغل تاع اللي تعرف عليهم هذاك لي ريزو سوسيو فزاي شغل بوكو بليس يجيبوا لي بروبليم واحد ليا معك اونفا دوكا الحمد لله دوكا الحمد لله يعني الناس عرفت الثقافه وفهموا الحمد لله الناس اللي عم يشوفوا فينا يعني نقول لكم ماكم ما شاء الله ولات عندكم ثقافه تتعاملوا مع لي ريزو سوسيو دونك قلت لك شغل كنت نيفيتي ديجا الفيسبوك تاعي عندي فيه غير صحابي ولا فامي مانيش فيه اكتيف بزاف الانستغرام لقيت راحي مليح فيه سما باش نزيد نروح اليوتيوب قلت نو بالك كيما يقولوا لهارنا شغل شكلها تروح يوتيوب دير الشان هكايا مي اكتويلمون بزاف لي فان تاوعي ولا نقول لهم انا صحابي بوكو بليس ماشي دي فان سي دي زامي سي نحييهم كامل في لي 40 ولايه كامل نصحوني كامل قالوا لي رفيق لازم ديرنا شان في اليوتيوب باش نحبوا نشوفوا دي فيديو تاعك حاجه شويه طويله يعني انت ديرنا دي باساج خفاف تاع دقيقه دقيقه ونص رانا حابين نشوفوا حاجه اكثر رانا حابين نشوفوك قاعد في بلايص انا حابين نشوفوا شان يوتيوب تاع رفيق الشو دونك راهي ان شاء الله في لي بروجي اللي دونك راك تخمم فيها لا خممت فيها يعني بالك نبداو بالفيديو تاعكم هذا تاع اليوم اللي نجوزو هذه بالك نزيدو نطلقوه في شان يوتيوب جديد